ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جوله جديده في محل كلكم عارفينه، بس النهارده انا جيت بنفسي عشان اكد لكم ان فعلا الكلام صح اللي بيطلع في الاعلانات. احنا في شارع عبد العزيز، ده سنتر عبد العزيز، فيه طبعا كذا قسم، بس هم ما بيصوروش الاقسام كلها، هم بيصوروا اللي هو الموبيليا بس، اما الادوات المنزليه موجوده عندهم، وعندهم كمان قسم للاجهزه الكهربائيه كلها، فهم رضوا ان انا اصور لكم هنا، فانا حبيت اوريكم الاشكال اللي موجوده من الادوات من الموبيليا. عندهم بجد حاجات حلوه قوي وصالونات شيك وجميله، نازله في العرض النهارده ب6 بدل 7.5. بصوا شكلهم حلو جدا، في بقى النبيتي وفي اللي هو البيج ده، بصوا الاشكال، انا هحاول افرجكم كده. اي صالون طبعا بتبقوا انتوا عارفين كنبه كبيره كده زي كده، ده مقاسها بتاخد حوالي 3 افراد اهم، والقماش بتاعه حلو قوي زي ما بنشوف كده في العروض بتاعتهم اللي في التلفزيون، فالقماش بتاعه حلو بجد، والخشب بتاعه حلو، حاجتهم حلوه جدا. هوريكم حاجات حلوه ب1000 جنيه وركنات برده ومطابخ وحاجات جميله. كملي معايا الفيديو للاخر، ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. وهم يعني جنب سنتر شاهين على طول في عزبه النخل عند مؤسسه الزكاه. بصوا يا حبايبي دي كده اشكال الصالونات ب6 بدل 7.5. ايه؟ عند مستشفى اليوم الواحد. عند مستشفى اليوم الواحد في عزبه النخل عند مؤسسه الزكاه. اهو بصوا لو نزلتي في عزبه النخل هتاخدي ميكروباص ب3 جنيه هيجيبك لغايه محل عبد العزيز او سنتر شاهين، هما الاثنين جنب بعض. بصوا الصالون ده شيك قوي. اي صالون من اللي انا بوريه لكم يا حبايبي الوان مختلفه، في النبيتي وفي البني اللي انتم شايفينه، وفي منه على موف كمان، وفي منه على بيج، بيبقى كنبتين زي ما انتوا شايفين كده، والكرسيين اهم، دول الكرسيين. بصراحه حاجه شيك قوي وحاجه فخمه. لو لسه برضو عروسه عايزه تعرف الاسعار هديكي فكره النهارده عن كل حاجه موجوده عندهم من الموبيليا وكده، هتعجبكم قوي. بصوا كمان اللون الكشمير ده شيك جدا. تعالوا بقى اوريكم شويه انترهات تحفه بجد، وسفره سعرها حلو قوي وصغيره وما تاخدش مكان غير السفره الكبيره اللي احنا عارفينها بتاعت زمان دي. حلوه قوي السفره دي، عامله كام؟ دي 3200. هي ترابيزه وست كراسي. ترابيزه وست كراسي. بصوا هي ولا صغيره ولا كبيره، حجمها وسط، وهنا طبعا ازاز، وهم مقفلين كل حاجه علشان ما فيش حاجه تتبهدل من التراب والحاجات دي، يعني انت هتاخدي حاجتك نظيفه والفينش بتاعها حلو ما فيهاش اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وكمان في الوان زي ما انت عايزه، في اللون البترولي، في اللون الكشمير. بصوا الدرجه دي حلوه قوي. اي ترابيزه ومعاها ست كراسي كده عامله 3200 بدل كام؟ بدل 3.5. النيش اللي هو لسه طالع الكلاسيك جميل قوي عامل كام؟ 2000 ونص. عايزه اقول لكم ان السعر تحفه، في منه بدل 2800. بصوا شكله حلو قوي اهو. ده بقى اللي هو النيش الكلاسيك، غير النيش اللي احنا عارفينه طبعا المعتاد بتاع زمان، ده عامل 2500 بدل 2800، في الفضي وفي الذهبي. تعالوا برده نشوف بقيه الحاجه اللي عندهم. عايزه اوريكم الركنه ام 1000 جنيه برده، شكلها حلو ورقيقه كده، ومش هتاخد برده مكان معاكي. لو عندك مثلا ممكن تحطيها في اوضه النوم، لو عندك مكان فاضي في اوضه النوم ممكن تحطيها. بصوا هي زي نظام كنبه كبيره، ودي الكنبه اللي وراها الصغيره اهي. بصوا ده مكانها، اوريكم الثانيه، دي الكنبه الكبيره اهي، هو هيرسم لكم شكلها دلوقتي. بصوا حبايبي ده شكلها كده في النهايه اهو، عامله 1000 جنيه ب999، يعني 1000 جنيه. بصوا شكلها حلو جدا. كل العروض دي بتنزل عندهم في شركه عبد العزيز في الاعلانات اللي هي بتاعت التلفزيون، فقلت بقى لازم اجي اشوف الاسعار الرهيبه دي. الانتري ده بقى عامل كام؟ 5.5. ده برده في انتري شيك قوي اهو، ينفع برده للعرايس ب5.5 بدل 6. معلش على صوت المراوح عندهم. تعالوا برده نشوف حاجات تانية. دي برده اشكال السفره اللي انا بقول لكم عليها ب3 برده 300. في بقى الوان ودرجات زي ما انت عايزه. كمان عندهم هنا سفره شكلها حلو قوي، ينفع لو مطبخك كبير تحطيها في المطبخ، ولو برده عندك مكان 1200 بدل 1000. بصوا دي السفره بقى اللي هي شكلها حلو قوي. بصوا زي ما انتم شايفين كده هي حديد كلها، وده ازاز اهو، عامله 1250 بدل 1500. كل حاجه منزلين عليها عروض الشهر ده. ده حلو قوي ولونه جديد كده لفت نظري. ده ايه؟
دي 3800 بدل 4200. ده ب 3800 بدل 4200، كنبتين، كنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين زي ما انتم شايفين. بس عايزه اقول لكم ان لونه كده شيك قوي، يعني حاجه فخمه كده، حاجه جديده يعني، غير الالوان اللي احنا متعودين عليها. بصوا دي كمان الكنبه الكبيره اهي، اللي هو الكابوتونيه، اسمه ايه؟ كابوتونيه؟ الكابوتونيه، وجواه فصوص كده اهو، ومعاه خدديات، تلات خدديات هنا وتلات خدديات، وهنا كرسيين اهم. صراحة شكله حلو قوي. هنا كمان عندهم ركنة جميلة قوي، عاملة كمان، عاملة كام؟ 2200 بدل 2500. 2200 بدل 2500، اهو ده شكلها. طبعا في أي حاجة يا حبايبي بوريها لكم، هي خمس قطع، أي حاجة بوريها لكم، في منها ألوان، في منها الأحمر والموف والبني والأوف وايت والفوشيا كمان، في منها ألوان كتيرة قوي، بس أنا بوريكم الحاجة اللي معروضة. أنت لو عاجبك أي حاجة اعملي لها سكرين شوت وتعالي برضو اتفرجي وخدي خلفية، مش هتخسري حاجة. هنا كمان عندهم الانترهات الكلاسيك دي، جميله قوي. عامله كام دي؟ 3 ونص. معقول؟ جميل قوي ده. بصوا شكله، في منه الوان. بس مفيش منه الا دلوقتي، يعني هيجي منه تاني، بيجي منه الوان. يعني لو حد عايز تعملوا له مثلا اللون اللي هو عايزه ويحجز وكده، حسب الالوان اللي بتجي، حسب الالوان اللي بتيجي. الانتريه الاورنج ده برده شكله حلو ولونه مختلف. عامل كام؟ 3 ونص بدل 4. يعني كل حاجة انتم منزلين عليها عروض الشهر ده، كل حاجة هم منزلين عليها. في برضو الانتري ده، ده برضو 3.5. 3200 بدل 3.5. ده 3200 بدل 3.5. بصوا كرسيين كبار كده، وده الكنب بتاعه اهو. هما زي ما قلت لكم غطيين الحاجة عشان الاتربة. صراحة الحاجات حلوة قوي، وبعدين الحاجة ولا حاجة بايظة، ولا الفينش مكسر، ولا الخشب مكسر زي ما بنسمع والكلام ده. زي ما بتشوفوا العروض في التلفزيون بجد موجودة هنا. انا النهارده جيت قلت اجي بقى ايه، اشوف كده الحاجات بنفسي. الطبق ده يا حبايبي بجد حلو جدا. 1000 ايه؟ 1850 بدل 2000. بصوا المطبخ ده 1850، انا عايزه اقول لكم ان انا شايفاه ب 2500 اهو. بصوا انا شايفاه في المرج الجديده ب 2500. جميل جدا. 1850 بدل 2000، هو بيقول بدل 2000، بس المحلات اللي بره بصراحه بتبيعه اغلى. ليه ضرفتين كده اهو، وضرفه كبيره هنا، ودي زي حاجه كده منظر يعني ديكور. بصوا ليه كمان ضرفه هنا للكوبايات بقى، الازاز او اي حاجه زي ما انت عايزه. وعلى فكره عملي حبايبي من جوه، انا حبيت افتحها لكم عشان تشوفوا تفاصيله. تفاصيلها جميله قوي وحلوه، يعني هيشلك. وبعدين سعره مش غالي، وبعدين الالومنيا بتاعته مش وحشه، يعني حلوه تمشي معاكي. بصوا لو عايزه بقى، لو مطبخك قديم وعايزه تجددي كده حاجه على القد، برده المطبخ ده هيبقى حلو قوي وعملي معاكي. بصوا من كمان من تحت اهو، واسع وكبير. بصوا حلو قوي بصراحه. ده 1850 بدل 2000. هم هنا برضو اوريهم السفره دي. بصوا حبايبي السفره دي حلوه قوي، دي ام 1250. ده شكل تاني برضو منها، جميله جدا. دي ركنه ب 2600 بدل 2600. بصوا دي على فكره كم متر دي؟ دي 3 في 2 متر. 3 في 2. بصوا كبيره مش صغيره اهي. دي بكام؟ دي ب 2600 بدل 3. 2600 بدل 3. بصوا بقى الانتري اللي انا بقول لكم عليه حلو قوي. في منه يعني هي القعده دي بتبقى رصاصي، واللي بيختلف القطيفه ده. في منه الاحمر والموف والبني، جميل قوي، ب 1850 بدل 2500. منزلين عليه عرض كنبتين وكرسيين، هوريه لكم دلوقتي وهو مفروش. ده برده ب 3 كام؟ ما هو دي 3800. 3800 حلو قوي، وسعره حلو وشكله شيك. بصوا كنبتين برضو، كرسيين زي ما انتم شايفين. هتيجوا بصراحة هتلاقوا هنا كل حاجة. بصوا هنا برضو اشكال الاوض اهي، جميلة، او اللي هي ام 7 دي. بصوا ده يا حبايبي ب 1850. ده بقى هم فرشينه اهي، وكرسيين، والكرسيين بتاعهم مش كبير قوي ولا صغير، محندق كده وشيك. وهنا برضو الكنبة الكبيرة اهي، تاخد حوالي 3 افراد، ودي الكنبة الصغيرة. في منه اللون الرصاصي واللون الموف اللي انا وريته لكم، وتعالوا كمان اوريكم اللون الاحمر بتاعه، تحفه بصراحه، وسعره حلو قوي. 1850 يعني مش تمن. انت لو جبتي اللي هي الكنبه السرير دي بتبقى بتاخدش نفرين، وب 1850. ده انتريه كامل، حتى لو عندك انتريه وعايزه تجددي، عايزه تحطيه في اي مكان عندك في الشقه، سعره ولا حاجه. 1850 انتريه يعني يا بلاش بصراحه. والركنه دي عامله كام؟ دي ب 2200 بدل 2500. خمس قطع صح؟ دي خمس قطع. هات لنا الكرسي كده يشوفوا شكلها. هوريكم شكلها دلوقتي كده، والكرسي بتاعها مرصوص.
بجد بصوا القماش بتاعها حلو قوي، مفيش بقى تلاقي حته قماشه مقطوعه ولا السفنج. بصوا السفنج اللي هو المضغوط جامد، وشكلها بجد حلو قوي. ينفع كمان لو اوضه النوم بتاعتك كبيره ممكن تحطيها في اوضه النوم، في اوضه الاطفال لو مش عايزه تحطيها في الشقه من بره، شكلها حلو. بصوا أيوة. كمان الركنه دي اهي 2200 بدل 2500، عاملين بصراحه عروض على كل حاجه في شركه عبد العزيز. بصوا حبايبي هنا برده شكل الركنه اهو، ابو 1000 جنيه هو، هي دي برده ام 1000 ب 1000 جنيه، دي اللي هي بتنزل في الاعلانات ب 999. شكلها حلو قوي، اللون ده جميل جدا. بصوا اللون ده حلو قوي، الاسمر في الاحمر ده، كنبتين كده جنب بعض. اه هاتها لهم كده يا عم السيد جنب بعض يشوفوها كده، عايزاكم تشوفوها. بصوا بقى المطبخ ده عجبني قوي، حلو قوي. ده ب 1800؟ لا 2000 جنيه. ده 2000؟ ده 2000 جنيه. بصوا اه ده اللي انا وريت لكم زيه، في منه اشكال كتير. بصوا الشكل ده حلو قوي، ولا يهمك. بصوا الشكل ده جميل قوي بتاع المطبخ مع الرخامه بتاعته وكله. والركنه اهي ام 999 يعني ب 1000 جنيه. والركنه دي برده حلوه قوي، دي ب 4.5 بدل 5. حاجه حلوه كويسه اه، جميله جدا. دي ركنه برده، والركنه دي برده عجباني حلوه عشان سعرها على قد الايد. اه ما انا عارفه. بصوا ولا صغيره ولا كبيره، بصراحه حلوه جدا وب 1000 جنيه يعني يا بلاش. بصوا كمان هنا عندهم الوان كتير. دي الاوض اللي هي مكامل اطفال 2800. دي الاوض سريرين وتسريحه وكومودينو ودولاب ب 2800. حلو قوي. بدل 400، وفي منها الفوشيا وفي منها الوان كتير اهي شايفينها. تعالوا بقى كده اوريكم جوله سريعه كده في السنتر. بصوا برده الانترهات دي، ده في منه برده اللي هو ابو 1850، في منه اللون الكافيه ده برده حلو قوي. بصوا الاوض، الاوض دي حلوه قوي، اللي هي ام 7.5 و8.5 والنيش اهو. هوريكم نظره سريعه كده للحاجات اللي في السنتر هتعجبكم جدا. بصوا بصوا دي الركنه اللي هي ام 2200 خمس قطع، وده الانترابو 1850. بصوا اللون ده شيك قوي عاجبني، حلو قوي. هو والاحمر تحفه ب 1850. بصوا بقى الانتري ده حلو قوي، الانتري ده. والانتري ده عامل كام؟ 5.5. الانتري ده عامل 5.5، يعني هنا معاكي من اول 1000 جنيه لغايه 5.5 زي ما انت عايزه. بصوا بقى السفره الصغيره دي، السفره دي شيك قوي وحلوه ب 3.5. هي خشب. بصوا الكراسي بتاعتها اللي هي المودرن، شكلها حلو قوي. عامله كام؟ 3.5. في طبعا من الكراسي دي الوان، بس هو ده الشكل بتاعها، دي عامله 3.5. في برده هنا الانترهات اهي، والسفره اللي انا وريتها لكم ام 1200. اسعار كتير وحاجات كتير، هتيجوا بصراحه المكان هيعجبكم، كل حاجه فيه بصراحه حلوه والاسعار بتاعتها حلوه. ودي برده الاوض الاطفال اهي، الاوض جميله برده. ايه 4700؟ ودي عامله كام؟ 6. دي 6، حلوه قوي. بصوا شكلها جميل كده والوانها حلوه، المكان كبير اهو زي ما انتم شايفين. بصوا دي انتري ولا ركنه؟ 2600. 2600 ثلاث قطع اهي. هنا برده في اوضه اللي هي زي بتاعه الاطفال اهي، عامله كام دي؟ 6. اهي دي عامله 6، يعني اوضه الاطفال هنا من اول 2000 جنيه بقى لغايه زي ما انت عايزه، حسب بقى ايه الامكانيات. اه بصوا في اوضه اهي حلوه اهي، في برده الانتري ده. المطبخ ابو 1000 جنيه. بصوا الركنه دي كمان ام 1000 جنيه، في منها على فكره الوان كتير قوي، درجات كتير، يعني الرصاصي والاوف وايت والاحمر والاسمر في الاحمر، في منها الوان كتير قوي. هي عجباني عشان كده انا عماله اقف عليها واروح عليها كل شويه. دي كده اللي هي ب 1000 جنيه. بصوا حبايبي بقى اخر حاجه هنختم بيها، ده المطبخ ابو 1000 جنيه اهو، برده مكتوب في الاعلانات ب 999، درفتين ودرج، وفي درفه اهي في النص، وفي هنا درفتين اهم. شكله حلو قوي، في منه برده اشكال كتير اهو. يا رب يكون النهارده الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه. وهو زي ما قلت لكم في مؤسسه الزكاه، هتنزلوا محطه عزبه النخل وهتركبوا ميكروباص صغير ب 3 جنيه علشان انا بوصف لكم بالظبط، عشان لو حد عايز يسال في التعليقات، وهيجيبكم لغايه شارع عبد العزيز وقبليه سنتر شاهين على طول. وكل سنه وانتم طيبين وبخير، ما تنسوش بقى اللايك والتعليق الجميل لتمر حنا. باي باي، مع الف سلامه.